المشاهدين جمعة مباركة يا رب. أنا جيت وجبت هذا الموديل، هذا كان عجبني من مدة طويلة هذه، وشريت ليه توب ونسيته. داس شفت تويبات اللي عندي وأنا لقاه وتفكرته، هذه هي المناسبة ديالو فصل الربيع. موديل سهل بزاف 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 بالنسبة للمشتركين في الدورة التدريبية المجانية اللي تعرفوا على كل من الكورساج والقب، فغادي يصوبوه بواحد السهولة كبيرة ومتعدد الاستعمالات. وشكون ما تيعجبوش الجين اللي تيتلبس فوق الخمارات، فوق يعني الملابس العصرية، اي شيء. نبداو على بركة الله، ما نطولش عليكم. بيني وبينكم ما تقولوا هاد شي واحد، هاد الثوب كله لقيتو ب40 درهم. هميزة، شوفوا قداش وفيه العرض ورائع جدا جدا. تعودوش عليا الخبار. سر واحد اخر لقيتو في الزنقة زيرو، وتما جميع الخياطات المصممات الازياء الواعرين ديال كازا تيكونوا تما نهار الاربع في العشيه عندكم، تقولوها لشي واحد. ايوا الخبر في راسكم. ها انتوما بالنسبه للمشاركات في الدوره التدريبيه المجانيه، ومن غير المشاركات في الدوره التدريبيه المجانيه غادي توجدوا الفيديو كامل متكامل بالخطوات وبالتفصيل على كل من الكورساج، طريقة القب بالنسبة للصغار والكبار، وطريقة الشطيب ديالو، وطريقة الأكمام. يعني ما نضيعوش الوقت في ديك الشيء ونعاودو ليه ثاني مرة. اللي عجبو الكورساج ديالي فالروابط غادي نحطهم أسفل الفيديو إن شاء الله، واللي عنده الكورساج ديالو يخدم به. والطريقة ها هي، غادي نبني تو عرضيا بحيث أن هذه هي اللي بالنسبة للمبتدئات، هذا هو العرض باش تتعرفي بهاد الحاشيه هذه تسمى الحاشيه او الحواشي بالنسبه للغير المغاربه. هنا بدون خياطه الخلف، طوب بدون خياطه. انا هاد الكورساج عندي زايده فيه قيمه الخياطه، زايد فيه كل شيء. يعني غادي نجي ونبدا نخيط من طبيعه الحال، ما غاديش نعملو حتى الاسفل بحال الجلابه، غادي نقص منه غير واحد الشويه حيت انا اصلا بغيته طويل. غادي نقص منه حوالي 30 سنتيمتر لانني بغيته طويل، ومفتوح بلا ازرار بلا حتى شي حاجه. الازرار غادي نعملهم غير ديكور ولا ما نعملهمش، المهم غادي نعملو مفتوح باش نبقى نرمي هكا فوق الحوايج فصل الربيع صافي. ويلا جاني الصاد نحيدو نحطو في يدي. نقص هنا 30 سنتيمتر لانه كان الطول ديالي بالكامل، يعني غادي تجي هنا مقاده. وهذا الكورساج ديالي ما تنبغيش نمسو، دائما تنحتفظ به ونخدم به. ها هو مقادو بهذا الشكل هذا ونطراسي. حتى هاد لاستيس هذه اللي عامله شوفوا راه غتلقاوها فيديو مستقل. الامام فين غادي نحطو، لاحظوا يعني الجلايل ديال هذا، ونحط الراس ديال هذا ونخلي هنا 6 سنتيمتر في هذه الجهه هذه. هذا الامام من هنا لهنا نفس المسافه، خديت انا 6 سنتيمتر للزياده اللي بغات تعمل الازرار. انا واخا ما غاديش غادي نعملهم غير ديكور، ولكن بلاصتهم بطبيعه الحال غادي نقادها لهم بالمقطع من طبيعه الحال، نزيد ديك القيمه ديال 6 سنتيمتر. ثلاثه غناخد جوج اونس وجوج اونس وواحد نغشي بيه. كلشي تيعرف يقطع، ولكن هنا تتنيو هاد الواحد وتتنيو بهذا الشكل، وعاد تتقطعو بالكول ديالكم باش منين تقادو غيجيكم صحيح.
لاحظوا الطريقة الصحيحة بالنسبة للجلايل، الأغلبية تيجي للوسط ويطلع بربعة سنتيمتر، طريقة خاطئة. نجيو لهنا، لأن كل وحدة الجلايل ديالها تالي ربعة سنتيمتر، كبيرة بزاف على بعض الناس. نقادو بهذا الشكل هذا، يعني نطويو هذا الجزء على هذا الجزء، والجزء الزائد نحيدو باش ما يجيوناش الجلايل، يعني الجزء الجانبي مجلوح تشوفوه نازل. هذه هي الطريقة الصحيحة لإزالة الجلايل، تنيو الجزء الوسطاني على الجانب وتحيدو هذا الشيء اللي زائد. نفس الشيء بالنسبة للخلف، من طبيعة الحال نقطعوا الخلف ديالنا. في الجزء السفلي نقادو الأكمام ديالنا، هنا أنا عملت فيها أربعة أصابع فقط، أنتم زيدوا إلا بغيتوا تزيدوا. نحطو الكم ديالنا بحيث من هنا لهنا يساوي من هنا لهنا، يعني ما خصناش نحطو هكا أو هكا، ونحطو مقاد. الجزء المتبقي نفصل فيه القبعة، كاينين جوج، اذا غناخذ غير هذا الواحد من هنا، راح نخليه نقاد به حاجه اخرى، نحيد هذا الجزء وثاني نحط القبعة ديالي. لاحظتوا كيفاش تنيت هنا بدون خياطه؟ هذا الجزء الأمامي. هنا غادي ندخل بستة ونخرج بستة بهذا الشكل، هنا ستة هنا ستة، ونمشي بستة ونعمل شكل دائري باش القب ديالي يجي دائري، لأن هذا الموديل هذا عصري. الفلوب لهذا الجزء هذا نغشي بواحد ونتني على اثنان بهذا الشكل، وندوز الخياطة حتى الأعلى من نحصل على هذا الجزء هذا. بالنسبة للقب فاحنا كنخيطوه بهذا الشكل هذا الأمام حتى لهنا، ديك 0.3 هنا، هذا الوجه قلبو ونخيطو هنا. انا نوريكم علاش. لاحظوا علاش خيطنا من الداخل والخارج القب. القب الان منين غادي نخيطوه؟ غنخيطوه بهذا الشكل هذا، غادي تخيط بهذا الشكل هذا باش يبقى يبان. لاحظوا واخا تيبان هذا تيبان مخيط، ها هو مخيط لهنا، يعني فينيسيون زوينه، وهنا ها هو مخيط. دائما القب نحطو الوسط على الوسط، والقب نخليه واحد شويه زايد واحد سنتيمتر على هذا، لاننا غادي ندفنو به كيف وريتكم في الفيديو باش يجي مفيني. ثم نمشيو لهذا الجانب هذا ونثبتو ونخيطو مقاد تيجي هو هذا، ثم نجيو هنا ونخيطو. البنات عندكم تنساو قيمه 2.5 سنتيمتر، ما تزيدوهاش هنا، انا راني زدتها ونسيت ما قلتها لكمش. 2.5 هي اللي زدنا هنا في البدايه باش نعملو الازرار، والا غادي يجيكم صغير. دائما بداو من الوسط، من اي شيء الوسط الجانب، الوسط الجانب يجيب لكم الخياطه مزيان. اول طب قاد نجيو لهنا ونغشيو بهذا الشكل ونعاودو الخياطة. باش تجينا
مشيو بهذا الشكل هذا دايرين عليها حتى نكملوا. ها هي ومن هنا ها هي يعني الفينيا مزيان من داك الشرفع. الان غادي نقادو الاكمام، وانتم غادي تعرفوا كيفاش نقادو الاكمام. بالنسبه للغاليات اللي طلبوا مني كيفاش اننا نركبوا جلابه، فهذه هي طريقه تركاب جلابه بالضبط. شوفوا بالنسبه لهنا هذا هو الخلف، راني قديته يعني الجزء اللي في ليني تسيني ماشي في الكود او في المرفق. هذه الخلف اما التراسيو الامام وعقلوا عليه، او انكم تحددوا الخلف وعقلوا عليه. نسيتوا وما قديتوش، جيوا لهذا الوسط وعملوا بحال هكا. الجزء الكبير هو الظهر، مفهوم؟ والان مونطيو غنجيو لهذا الوسط اللي حنا حددناه بالمثلث ونلاقيه بهذا الشكل. ثم دائما انا طريقه العمل ديالي هكا، الوسط جانب على الوسط، ثم هنا الوسط دائما هذا الجزء هذا هذا الجزء هذا تنوسعوه، وهذا الجزء هذا تنحاولوا نرخيوه، لان دائما الدائري اطول من القصير، فهمتوا؟ اطول من المستقيم بهذا الشكل. هنا وهو مخيط، نجي لهنا ونخيط حتى نجيو للكمام، اسفل الكمام نتنيو بهذا الشكل، اثنان ونصف اثنان ونصف، ونخيطو. يعني تنخليو في المجموع ديال لوغلي 5 سنتيمتر من الاسفل بهذا الشكل هذا. والاسفل هو نتنيو بهذا الشكل هذا، يعني الاسفل تنخليو حوالي 6 سنتيمتر، نتنيو 3 وندخلو 3 لداخل بهذا الشكل هذا. لاحظوا الان الجويبات ديالي غادي نضيف لهم شي اضافات هنا، 26 هنا، وننزل بها. وهنا غادي نخليها كما هي 24 قاعدة. نحيد هذا الجزء دابا، نقادو البوش ديالنا مزيان، نثني على هاد الجوج بهذا الشكل. غادي نطلع هنايا بستة سنتيمتر بهذا الشكل، ونمشي هنا بستة مقادة من هنا وقاد بهذا الشكل. نحيد هذا الجزء هذا باش يجيني من تحت بشكل جميل دائري. لاحظوا غادي ننزلوا من هنا بهذا الشكل هذا، يعني غادي نمشيو من هنا لهنا 75 سنتيمتر. غادي ناخذو بهذا الشكل، ونصلحو، يعني غادي نمشيو تنصلحو حتى نوصلو لهنا. غادي نعملو الميكواس. لاحظوا كيفاش تتقادو الجيب قبل المونتاج، قبل ما تخيطو هاد الجزء هذا سهل دائما كيف يتقاد، لكن هنا شي يجيكم دائري دائما تناخدو ونقطعو بهذا الشكل، يعني بشكل مائل هاد الجهة الدائرية باش تجينا ساهلة اللي ندورو، تجينا ساهلة انها تدور لينا. نصلحوها
بهذا الشكل. يعني غادي يصبح من السهل علينا اننا غير نحطو ونخيطو. ونفس الشيء بالنسبه للجهه الاخرى، نثني هنا ونحدد الوسط هنا، ثم هنا نحدد الوسط تحت الشكل، نحطو هنا على 75 سنتيمتر هنا هكا بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي للكاردينال ديالنا، الرائع جدا جدا ومتعدد الاستعمالات، سواء فوق الجلابيات او فوق اي شيء ممكن انكم تخيلوه، تيجي تحفه تحفه تحفه، جرائع في اللبسه. لاحظوا ممكن انكم تعملوه ايضا حتى للاسفل. من الخلف جاء منتهى الروعه. الى عجبكم الفيديو ديالي من طبيعه الحال ما تنساوش الاشتراك، اللايك، التعليق ولو بكلمة واحدة. إلى ورشات قادمة إن شاء الله توصلوا معي عبر جروب الفيسبوك، الرابط على صورة القناة ويحمل نفس اسم القناة. ما تنسوش تابوناو معي في الانستغرام وهو كوتور اي باساب. دمتم في حفظ الرحمن ورعايته، السلام عليكم.